جميع المشاهدات والمشاهدين اللي كيتبعوا بعض القضايا اللي كيتم بها الرأي العام. اولا هذا الملف هذا عرف يعني الكثير من اللغط والكثير من الجدل، وانتهى مبدئيا بعشر سنوات حبسا نافذا اللي حكمت بها المحكمه الاستئناف بالدار البيضاء. الملف مشى للنقد ورجع من النقد. كيقولوا المنخرطات والمنخرطين المساله الشكليه هي ماشي مساله شكليه، هي هيئه ما كانش خصها تثبت، وبالتالي هذا راه يعني تسبب في ابطال القرار كما نطقت بذلك محكمه النقد. يعني القرار اصبح باطلا، هذه باش معلومه الا كان شي حتى يعطي شي معلومات ماشي صحيحه. انا كنتمنى من المنخرطات والمنخرطين انهم يعرفوا المعلومه الدقيقه والصحيحه من اصلها ومن منبعها. دونك كذلك بغيت نوضح واحد المساله، لانه بحال كاين واحد النقاش حول الوداديات السكنيه، ورا النصابه كيديروا وداديات سكن. سي فغي كاين الوداديات السكنيه اللي خداو الفلوس من عند الناس وداروا مشاريع وهميه، باعوا للناس الحلم والخيال، مشاو الناس لقاو لا الارض مشريه ولكن حتى طوبه فوق طوبه. كاين هادشي ماشي ما كاينش، وشفنا هادشي وتالمنا مع المنخرطات والمنخرطين. وباب دارنا ايضا شفنا كيفاش مستثمر، وهذا امر مختلف، علاش انا كنعطي الامثله، شنو نعطي المثال ديال الصطات ديال باب دارنا ماشي ولاديه، هو باب دارنا مستثمر اللي دار الاشهارات واللي خدم من عند فلوس من عند الناس، وخلى الناس كتالم وكتوجع لان كان مشروع ديال الحلم ديالها في الحياه ديالها انه يكون عندها ابارتمون لوليداته اكبر الحياه اكزاكتومون. وجي كتاخذ داك الشيء اللي الناس جمعوه، مساكن الله يحسن العوان، كيفاش جمعوه، شنو هي الظروف، شنو هي المآسي، وتسبب لهم في ديك الصدمه. الناس تصدموا، الناس اللي تفقصوا، الناس هذا الملف ما غاديش نخرجوا على هذا السياق، لان فيه ناس، فيه ناس كتالم. انا ما كنكرش عليهم هذه المساله. اكيد استاذ، هذا ركن مادي في الملف. لا شوف، الركن المادي والركن المعنوي هما امور اخرى في الجريمه. هذا طرف مدني، ملي كتهضر على المنخرطين كتهضر على الطرف المدني، ما كتهضرش على الدعوه العموميه، كتهضر على الدعوه المدنيه التابعه. داكوغ، غير باش نفهم الشق اللي كنهضروا فيه. لا دابا الشق اللي كنهضروا فيه هو الدعوه المدنيه التابعه. هاد المنخرطين من حقهم يديروا شكايه مادام الا كان يعني الفلوس ديالهم حطوها الوداديه، واكتشفوا بان الرئيس ديال الوداديه خدا دوك المبالغ لحسابه الشخصي واختلس دوك المبالغ وضيع الوداديه في مشروع، وما كاينش مشروع من حقهم، يمشيو للمدني، يمشيو للجنائي، يمشيو للجنحي، يتقدموا بشكل عند وكيل الملك، من حقهم يديروا اي حاجه اللي كتحمي لهم المصالح ديالهم. دونك الا كان هذه المساله الواقعه هي اللي واقعه، هذاك الشيء اللي كنت فاهمه انا، داك الشيء اللي كنت فاهمه بانه كاين مشروع وهمي. تنجي كنشوف التقارير ديال الخبره، انا نعطيك الحقائق بغيت وحده 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 ومزيان يسمعوا طول الموند. كنلقى في التقارير ديال الخبره ان الفلوس العمليات اللي كانت كلها في الكونت ديال الوداديه، يعني ما كاينش مبالغ تهزات من الكونت ديال الوداديه ومشات للحساب الشخصي ديال شي واحد من اعضاء المكتب المسير. يعني ما كاينش معامله تمت خارج يعني داك خارج الحسابات ديال الوداديه. عفوا ديال الوداديه. الوداديه وغنفتح واحد القوس باش الناس يعرفوا، المواطنات والمواطنين اللي بغى ينخرط في وداديه يعرف بانه كيتحمل جزء من المسؤوليه. كيف ما انت بغيتي تاخذ سكن بتكلفه هابطه راه كتغامر نسبيا، لانه كتعول على ناس اخرين يخلصوا معاك المشروع، المنخرطين الاخرين. يعني الا ما خلصوش كتعطل، ولا مشاو في حالهم وانسحبوا كتعطل او كيتوقف المشروع. دونك راك ماشي انت مع مستثمر خصو يخلص المشروع كوت كوت كوت، انت مع واحد مسير بنيفولا. اذا راس المال الوداديه هو المنخرط، هما المنخرطين هو الاصل، منخرطين او بالقروض اللي يقدر ياخذها الوداديه ملي كتسمح بان ممكن تكون عمليه القرض في القانون الاساسي ديالها. لان انا شكون كيوضع القانون الاساسي؟ ماشي الرئيس، الرئيس ماشي مستثمر، كيوضعوا الجمع العام ديال اللي كون من المنخرطات والمنخرطين، تيوضعوا القانون الاساسي كيسمحوا فيه ما يمكن ان يسمح به، كيخصو يطبق ذاك القانون الاساسي المسير او الرئيس، وكيخصو ما يديش المبالغ ديال الوداديه اللي هي شخص معنوي لحسابه الشخصي. دونك انا كنتفاجئ انه ما كاينش مبالغ في حساب الشخصي. انا كنفتح السؤال، من حقي نفتحو كمواطنه ماشي كمحاميه، كمواطنه مغربيه. هاد السيد عنده 10 سنين ورقه واحده كتفيد بان دازوا الفلوس من حساب الوداديه او من عند منخرط، خديت من عند منخرطين ودخلتو في حسابي الشخصي، كايناش تقرير ديال المحاسبات يقول لك بانها كوريكت. كوريكت انا نقول لك مثلا، يعني كانت خبره تم افتتاح ديال الكونت.
هي الخبير كيدير خدمته. علاش المحكمه كتمشي للخبره الفنيه؟ المحكمه كتمشي للخبره الفنيه لانها لا تثقل الامور الحسابيه او الامور العقاريه او الامور الطبيه او مجموعه من الامور اللي كنشوفوا فيها الخبره. دونك مثلا هنا كنعطيكم انه بخصوص العمليات المسجله بكشوفات الحساب فهي تكمن في تحويلات ايداعات وسحب، وبصفه عامه كلها تدخل في اطار العمليات البنكيه وهي لا تشوبها اي اخلالات. هذا هضره الخبير في الخلاصه ديالو، لا تشوبها اي اخلالات. داكوغ، هنا السؤال، ملي الحساب لا تشوبها اي اخلالات، وملي تنجيو المشروع الهيئه القضائيه مشات ودارت واحد المعاينه في عين المكان وبان ليها دارت محضر بانه كاين مشروع، يعني ماشي الوهم. ثانيا ايضا خبير عقاري تيقول لك بانه كاين 75% ديال المشروع، يعني قائم، كاين ما كاينش الوهم، كاين مشروع. واش لا رياليتي ديال الصدا؟ كاين لا رياليتي، هي عندك هنا في هذا اليوسبي يمكن لك تمشي تطالع عليه وغادي تشوف بانه بالفعل كاين مشروع، ما كاينش الوهم، كاين مشروع. شنو وقع؟ وقع تاخير. هذاك التاخير يقول الرئيس بانه يعزى الى تاخيرات في الاداء ديال الانخراطات. دي كيفاش تكملها؟ دار جمع عام في 2017 دار واحد الجمع العام، وداك الجمع العام تمت فيه المصادقه بالاجماع على التقرير الادبي والمالي. دونك ما يمكنش ولا يعقل منطقيا ان واحد المساله اللي انا شرعنتها، لان الجمعيه شكون كيحكم فيها؟ هو الجمعيه العموميه. ما يمكنليش انا اليوم كقضاء نتعامل مع الجمعيه كشركه، وما يمكنليش نحمل الرئيس ما لا يحتمل، لان الرئيس ماشي هو اللي مسؤول شخصيا، ماشي هو الشكاره خصو يخلص ليك الا ما خلصش المنخرط. ما خلصش المنخرط ما عندي ما ندير لك، دونك المنخرط خصو يخلص. لكن هنا فين كاين الفدلاكه واللي انا خلاتني نخرج بصراحه، حتى انا ما نخرجش غير على هادشي، حيت انا ما بغيت ضرر حتى شي واحد، ما بغيتش ضرر المنخرطين، يعني الطرف الاول ولا الثاني، ما بغيت حتى واحد، ما بغيتو المنخرطين ما بغيتو الرئيس ديالهم. ما كرهتش هذه الجمعيه كون ربي سهل عليها وكون اتفقوا من 2017 ولا 2018 واحد عامل وكملوا المسائل ديالهم، لان اتصلوا بيا بعض المنخرطين اللي تيقولوا لي احنا ما بغيناش هذا الشيء. وكاين الناس اللي كيحضروا في الوقفه وكيديروا الفوضى وغتوضع بهم شكايه اللي ما عندهم علاقه كاع بالجمعيه. كنت تحرضوا في الموضوع اللي ما نقدرش نهضر شي حاجه ما عنديش على دلائل، ولكن نقدر نقول لك واحد الحاجه. هاد الناس هادو هاد المسار كله ديال 5 سنين هو معتقل سيد، و5 سنين هما تيمشيو ويجيو دمهم تيقطر قطره قطره، ربي اللي عان بهم، ما غاديش في المسار الصحيح. علاش؟ حيت هما الاحكام اللي صدرات لصالحهم ضد من؟ يواجهوا قول لي ضد من؟ ضد المعتقل. هما لمن عطاو الفلوس؟ المعتقل ولا الوداديه؟ الوداديه بطبيعه الحال. علاه ما خصهم ينفذوا؟ خصهم ينفذوا الوداديه. ما عندهمش احكام ضد الوداديه. وباش المواد تقدمت السيد هذا؟ ايوا هذا هو اللي القصد. لا حنا كنقولوا المواد، يعني شنو هما المواد تقدموا للسيد؟ النصب النصب والاحتيال، خيانه الامانه، والتصرف مال مشترك بسوء نيه. هاي الخبره كتبت العكس، يعني فين هو التصرف؟ يعني انا هذا اولا الخبره هي كاينه، اي واحد ممكن يطالع عليها. شوف هذه راه جلسه علنيه، شي القضاء سلطه مستقله فوق راسنا، بلادنا هذه وكنحبوها، ولكن محاكمه علنيه، اي واحد من حقه يطالع على الملف ويعرف شنو واقع فيه، ونسائلوا اي واحد تلاعب فيه او عطى معطيات خاطئه، ولا هاد الناس هادو تم الضحك عليهم او تم تغريطهم في ملف من اجل يعني الظفر بتلك الارض بطريقه او باخرى، هنا خصنا نديروا ناقوس الخطر جميع، يدنا في يد بعض كمغاربه كنضمنوا مع بعضنا البعض. ما يمكنش ملف ما فيه والو في 10 سنين السجن، والخطير الخطير هو انه تم فتح ملفات اخرى من نفس المنخرطين، يعني ماشي نفس الاشخاص، من نفس يعني نفس الوداديه، يعني منخرط اخر اللي فاتوا الفرصه مثلا انه يتنصب كمطالب بالحق المدني، يتنصب يعني نورمال واش خصو يدير؟ القانون تيقول لك يمشي للمحكمه المدنيه ويدي الحكم الجنحي كحجه باش يتحكموا بالتعويض. لا نديروا شي كاين مباشره عند قضيه التحقيق، نفتحوا ملف وتيتحكم بخمس سنين هنا وب 10 سنين هنا وب 5 سنين هنا، يعني غنوليو في 8000 عقوبه. الا مشينا 8000 و 884 منخرط، نديروا كل واحد 10 سنين 8840 سنه اللي كتنتظر هذا الراجل مغربي ولد البلاد. 8840 ماشي صبه في حقنا، ماشي صبه، ماشي زعما حنا بخير وعلى خير، واش هذا كاع فات الانتقام وفات الصعيده وفات داكشي اللي كنقولوا العقوبه البائسه، وحنا كنقولوا انسنه العقوبه وترشيد النفقات، ويجب ان تكون المحاكمه حتى هي خاصها الترشيد، لانه ماشي هذه اموالنا، اموال الشعب. ما يمكنش نبقاو حنا غاديين جايين محكمه المحاكم مصاريف الدفاع الرسوم القضائيه، اش واقع؟ كاين فعل جرمي غيتعاقب عليه مره واحده. هو ما تبعش حقوق الخبره. ودابا حنا كنقولوا كاين فعل جرمي، حنا غادي نمشي حنا غنمشيو نامنوا بانه كاين ملف جرمي، كاين فعل جرمي وغيتحاكم، حنا نقولوا كاين هذا 10 سنين. ايوا نفس الفعل الجرمي كيتحكم بخمس سنين، نفسه نفس المحكمه بن سليمان. هي نفسها 5 سنين هنا 10 سنين هنا.
غير هذا الشيء بغيت ما لقيتش له تفسير. شنو واقع؟ شنو كاين؟ واش كاينه حسنيه نفترضوها؟ واش كاين شي امور تم يعني من خلال تصريب مغالطات حتى القضاء ممكن تصفيت حسابات؟ اما هذه المساله ديال الخبره، انا طلعت على الخبره، ومن طلعت على الخبره صدمت، ومن صدمت قلت لا ما يمكنش، لا يمكن ان نقبل على انفسنا. واللي ضرني اكثر ماشي هي ان الخبره كتقول لك ما كاينش اختلالات واختلاسات، لان اختلاسات مساله قضائيه، حتى هي كتهضر على الاختلالات. نقولوا هذا السيد ما دارش التسيير مزيان، نقولوا ما عرفش يوثق، نقولوا ما عرفش يجمع لي دوكيومون، نقولوا ما عرفش يتواصل مع المخارطين، نقولوا هذا الشيء كامل كاين. ولكن باش جي تقول لي نصدر احكام بانه هو كرئيس يعطي فلوس ما خادهمش، مبالغ خيالي اللي تحكمت عليه، وما عنده حتى شي دليل، يعني ما كاين حتى شي دليل يفيد بانه كاينه شي حاجه عنده في الحساب الشخصي. وهاد الناس كلهم باغيين ينفذوا عليه، عنده دار واش غتقدهم كاملين؟ عنده فيلا واش غتقدهم كاملين؟ يعني فين باغيين ينفذوا؟ تيتم توجيه الملف نحو يعني صوب اتجاهات اخرى. واش الناس كتربح الوقت؟ واش الناس بغات داك العقار؟ واش شي واحد طامع في داك العقار؟ شي حاجه ماشي هذيك. وحنا كنقول من هذه المناسبه وسيدنا نصره الله يعني حارب هذه المساله ديال المافيا العقار، وتيقول بانه هذه الامور ما خصهاش تبقى، يعني اي واحد محقو يستثمر، حريه المبادره هي اساس يعني حق دستوري، اي واحد من حقه تكون عنده الحريه ديال المبادره، من حقك دير شركه، من حقك تغامر، من حقك تدخل لغمار المنافسه الشريفه. ولكن حتى هذا الشيء في هذا الملف، حتى في هذا الشيء اللي كنهضروا عليه في هذا الملف ما كاينش، لان هذا كيتعلق بجمعيه وداديه كتخضع قانون الجمعيات. يعني اي منخرط فيها عنده واحد المسؤوليه، كيف ما هو منخرط وباغي يستافد، كيف ما هو كيتحمل المسؤوليه انه يحضر الجمعه العامه، وانه يعرض النزاعات ديالو ما بينه وبين الاعضاء، وخصو يعطي الانخراطات ديالو في الوقت، وخصو يكملها، ولا كان شي خلل وما كملش، كيفاش انا حيت هو ما كملش واحد اخر يمشي للحبس الرئيس؟ هذا لغز. كيفاش الخبره كتقول لي ما كاينش اختلالات، والقرار طعين اللي تطعن في النقد تيقول كاين اختلاسات؟ اذا غنحلوا قوس هنا اقواس قوس، تساؤلات بزاف. خاص هذا الملف هذا كلشي يعرفوا اش واقع فيه، اش واقع فيه، مادام الملف ديجا خرج للعلن، وديجا اهتم به الراي العام، وديجا تسربت فيه الكثير من المغالطات. هذا هو اللي خلاني نقول هذا الكلام. شكون كان الملف غير معروض على القضاء غنبقاو كنديروا خدمتنا في المحكمه فقط، ولكن الملف خرج للعلن وقيل فيه ما قيل، والوداديات والسكنيه وهذا، وشبهناه بباب دارنا، لا علاقه له بباب دارنا نهائيا بالمطلق. باب دارنا راه عطى شيكات، باب دارنا راه عطى مشروع وهمي، باع الوهم. هذا انت غتشوف بانه تم تخريب ما تم تخريبه، وتم سرقه ما تم سرقته، ورغم ذلك هناك 75% من المشروع قائمه، رغم السرقه ورغم التخريب كاين مشروع، كاينين يعني بنايات. شي واحد جا قال لنا مغشوشه، موضوع اخر، ملف اخر، حكايه اخرى، حكايه اخرى. تقول لي بانه باع لي الوهم، ما كاينش الوهم. تقول لي بانه ما كاين والو والفلوس مشات، ما كاينش دليل. دونك شي حاجه ما مفهوماش، واللي ما مفهومش اكثر كيفاش هاد الناس، انا شفتهم البارح كيجذبوا، تيجذبوا الناس، وقلت اش واقع؟ الله يحسن عوانهم. انا حسيت بشويه ديال الالم النفسي وانا كنوب في هذا الملف، يعني ولا كدافع، يعني كدافع المتهم، وضرني خاطر مشيت نسمع عليهم، تلقاهم تيقول لك لا حد المحاكمه طوالت، حد القضاء تبدل. هي الجلسه الاولى كان فيها القاضي عنده حاله تنافي، الثاني قال لك سمعنا كاين شي مشكله توقفت هذا وداك، وهي اخرى هادشي اللي واقع، مي فرجع من النقد بعد البطل. ولكن واش كينتظروا باش ينفذوا؟ علاه ما ينفذوا؟ وانتم عندكم عباد الله حكم ضد شخص ذاتي ماشي ضد شخص معنوي، راه المالي قديم ما هو الشخص المعنوي. واش خليتوا الوداديه تديها لكم البنكه وجالسين هنا كتضيعوا الوقت غاديين جايين في باب محاكم؟ اكيد هذه النقطه ركز معك يا استاذه. دابا ثقافه الوداديه مازال ما كيفهموش حي بطل انهم راه هما راس مال مساهم، يعني هما كيصحابوا راسهم. دابا اغلبيه كيجيو الناس الوداديه كيصحاب بحال مستهلك عادي، عادي مع مقاوله، راه اذا ثقافه الاستهلاك ما عندهمش، راه ما عندهمش راه لا، والا ما تختارش الوداديه، بغيتي تكون امن. راه انت منخرط في الوداديه يا استاذ، راه منخرط انت، عندك مسؤوليه، خصك تدي الاقساط ديالك، الاقساط ديالك، لانك راه انت هو راس المال، الانخراط ديالك، الانخراط ديالك، انت انت راس المال، انت اللي كتمثل راس المال. رساله ختاميه استاذ، رساله ختاميه، هاد الناس هادو في عوض ما يبقاو كيحرقوا في الاعصاب ديالهم، يسالوا نفوسهم واش هما في المسار الصحيح، وشكون اللي وراء انه يخليهم هاد السنين كلها في مسار انا شخصيا كتحمل فيه مسؤوليه، مسار خاطئ. اذا الامور مبهمه،
فين غاديين هاد الناس؟ فين غاديين؟ اش كيتسناو؟ 10 سنين هي اللي غترد لهم فلوس ديالهم. انا كنعرف بانه الناس اللي ما كيصبروش هما الناس اللي عندهم ابناء ديالهم فلذات كبيد ديالهم تم القتل ديالهم والاغتصاب ديالهم او كذا وكذا ما كيصبروش كيقول لك انا ما بغيتش فلوس بغيت حبس. اما الناس اللي كيتسناو دار او كيتسناو تعويض راه خصهم يشوفوا الطريق الصحيح باش ياخذوا المسائل ديالهم. علاش الحبس ماشي في مصلحتهم؟ انا ماشي كنقول هاد الهضره باش ندافع على شي حد اللي كيستحق العقوبه ياخذها ولو كان ابني. انا كنقولها اللي كيستحق العقوبه ويكون الابن ديالي من حقه يدير محامي باش يدافع عليه على شروط ضمانات المحاكمه العادله. ولكن راه المحامي ما كيعنيش التبرئه. حنا كنناقشوا اللي دار شي حاجه ياخذ العقوبه ولكن ما يكون حتى شي واحد غلط ويبقى يتعنى بالغلط ويرفع صوته جهرا بالغلط وهو ما عارفش انه على مصاري الخاطر. شكرا لك استاذ ولينا عاودوا في الموضوع. اذا المشاهدين الكرام من هنا تنتهي.